هنا في نقطة بيع أضاحي العيد التابعة للمؤسسة الجزائرية للحوم المملوكة للقطاع العمومي، تكون بورصة الأسعار ثابتة لا متغيرة، ولكنها تسجل ارتفاعا محسوسا كذلك يمكن أن يلحظه أي زائر لها، ابتداء من سعر 3 ملايين سنتيم ونصف وصولا حتى 8 ملايين سنتيم، حيث باعت منذ يومين على افتتاحها حوالي 500 رأس. كما رانا هنا كيفاش تساوي 40,000 دينار جزائري، 4 ملايين سنتيم، وكذلك 4 ملايين و800 سنتيم. هنا رانا متواجدين في الماشيه اللي فوق المتوسط، وين الاسعار تاعها تتراوح ما بين 52,000 دينار جزائري، 5 ملايين و200 سنتيم، 5 ملايين و500 و5 ملايين و800. أسعار مدروسة، ولكن هذه الأسعار مدروسة بطريقة عقلانية وتقعد ثابتة. عدد الماشية التي بيعت خلال هذه اليومين اللي فاتوا رانا واصلين حتى 500 رأس. الأسعار التي وضعتها المؤسسة الجزائرية للحوم لم تعجب كثيراً الزبائن التائهين أصلاً في الاختيار بينها وبين الأسواق المنتشرة في ضواحي العاصمة والولايات الداخلية. حسب المواطن، يعني المواطن البسيط الخدام هكذا، أنا أظن أنه الإنسان في مناطق الداخلية للوطن الأسعار شوية أقل مش رانا نشوفه هنا. هذا سيكونتوي تاع برارة مرخاص تشري، هذه هي فاسيليتي تاع الدولة نورمالمون يساعدوا للشعب باش كاع يعيدوا، نعيدوا كاع كيف كيف كاع خاوة خاوة، ماشي درك هذاك هذا دوك شي سيكوندي وبعد هذيك دخلت على المسيت هاي جايتو 70 حاجة، ماشي حاجة ولا زوج ولا لا. ونظرا لغلاء هذه الأضاحي فإن النقاشات كانت حادة بين الزبائن ومسؤولي نقطة البيع الذين يحاولون إقناعهم بأن النوعية هنا مختلفة عن رؤوس المواشي المسوقة خارجا. ما ياكلش اي حاجه، انا ما نعطيلوش الماكله تاع الدجاج ونعطيلو الفارينه اللي نورمالمون ديستيني للخبز، نعطيلو حاجه، نعطيلو قرد، حاجه اللي معمول بها في التربيه الحيوانيه، حاجه اللي معمول بها. دركا واش حبيت نقول لكم؟ كاين تسهيلات ولا ما كاش؟ انا سيدي بريفيكس، انا من برا يزغد الموفمون، نقعد هذا شركة وطنية. وتأتي الأسعار المسجلة حتى الآن مخالفة لكل توقعات المسؤولين الذين صرحوا سابقا أنها ستكون ما بين 2.5 ملايين سنتيم فما فوق، لتتعقد وضعية شريحة مهمة من أصحاب الدخل المحدود في شراء ما أطلق عليه كبش الأحلام.